السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، هانيين، كنتمنى نهاركم مبارك سعيد. لقينا واحد الجويله في الطبيعه هنايا ان شاء الله اتجاه سد الوحده، تبارك الله، واحد المنظر هائل. يا سلام، الريح هنا بزاف، معايا الله طاح الشتاء مع هذا الشيء اللي كيهبط الويدان، وهذه مازال يعني عاد كيتنقى هذا الشيء. هذا ها هو فينا، هو كله مع الطرف هذا. الصراحة هي واحد الأجواء رائعة هنا والله العظيم، ويعني الماء تبارك الله في طرف الغابة ظل موجود، يعني بالنسبة للإنسان ولو يعني الصراحة البلاصة عائلية، يعني الإنسان ولو يجيب وليداته، يعني يجيب عائلته، شحال من واحد اللي يعني كيجيب عائلته لهنايا وكيريح هنا، يعني يدوز النهار زوين في الطبيعة وهذه.